قبل أن نصل إلى كل ذلك، وكما أشرنا منذ قليل جولة حول أحوال الطقس في العديد من ولايات الوطن، أين يحضر معي كل من حسيبة كروش، أهلا بك، مساء الخير وكذلك رواتب. أمير خليف، أهلا أهلا، بكما. مساء الخير. إذا البداية معك يا حسيبة كروش، ربما الكثير ينتظر ما سيكون في الأيام المقبلة وعلى الأقل في ليلة اليوم وغدا إن شاء الله، إن تفضل. شاء الله بالفعل هاجر، مساء الخير مشاهدينا الكرام. يعني يوم الغد الاثنين بحول الله راح تكون الأجواء يعني غائمة ببعض السحب الخفيفة اللي تكون دون فعاليه، يعني مش حتمد امطار، راح تخص كما نلاحظ في الصوره اغلب المناطق الشماليه وحتى على شمال الصحراء وكذلك على الجنوب الشرقي وصولا الى غايه اقصى الجنوب. اما بالنسبه لدرجه الحراره نسجلوها لصبيحه الغد الاثنين بحول الله، راح تكون الاجواء يعني جد بارده لتتراوح ما بين 3 درجات تحت الصفر الى 8 درجات على المدن الشماليه ومن بين 2 درجتين الى 14 درجه بالمدن الجنوبية. أما بالنسبة لتوقعات الطقس لظهيرة الغد الاثنين بحول الله، راح تبقى دائما الأجواء يعني غائمة جزئيا على أغلب المناطق الشمالية وحتى على شمال الصحراء وكذلك على أقصى الجنوب، لكن الأجواء تكون مشمسة على العموم كما نلاحظ في الصورة بباقي المناطق الجنوبية. أما بالنسبة لدرجة الحرارة القصوى اللي نسجلوها لظهيرة الغد الاثنين بحول الله، راح تبقى دائما الأجواء يعني باردة نوعا ما خلال الظهيرة للتراوح ما بين 4 درجات فقط إلى 16 درجة بالمدن الشمالية ومن بين 12 إلى 28 درجة بالمدن الجنوبية. يعني بالنسبة للملاحة والصيد البحري اليوم الغد الاثنين بحول الله، راح تبقى دائما يكون البحر بداية من سواحل بنيصة نحو وهران مستغانم تيباز الجزائر العاصمة إلى غاية بومرداس وبجاية، سيكون بحر مضطرب إلى قليل الاضطراب وفق رياح جنوبية غربية إلى غربية تراوح سرعتها ما بين 30 إلى 50 كيلومتر في الساعة. أما من سواحل مدينة جيجة نحو كيكدا عنابة إلى غاية القالة سيكون كذلك بحر مضطرب إلى قليل الاضطراب لكن وفق رياح مختلفة الاتجاه إلى جنوبية غربية تراوح سرعتها ما بين 15 إلى 25 كيلومتر في الساعة. هاجر يعني بالنسبه يعني لكميات الثلوج التي صنعت يعني الاجواء يعني البيضاء التي صنعتها على اغلب الجبال التي تفوق علوها 700 متر، يعني نربط الان الاتصال بالمكلفه بالاعلام السيده هواريه بن رقطه. مساء الخير سيدتي. مساء الانوار الاخت حسيبه. اجواء جميله صنعتها الثلوج على مختلف ربوع الوطن خاصه المناطق الداخليه التي يفوق علوها 700 متر، يعني ما هي كميات الثلوج المتساقطه خلال ال 24 ساعه الماضيه؟ اذا بالفعل اخت حسيبه بشرة خير، وكان بساط ابيض جميل بالفعل. يعني ميز اغلب المناطق كما ذكرتي الداخليه منها. اذا فيما يخص سمك الثلوج الذي سجلناه لحد الان فحوالي 10 سنتيمتر بمنطقة قسنطينة، 12 سنتيمتر بمنطقة ميلا، كذلك الصيف كانت سمك الثلوج كان يقارب 15 سنتيمتر وحتى بمنطقة سوق هراس حيث كان ما بين 8 إلى 10 سنتيمترات في على هذه المناطق. يعني خلال الأيام القليلة القادمة إن شاء الله هل سوف نشهد يعني تساقط مزيد من الثلوج على المرتفعات الداخلية خاصة؟ وحتى المدن الساحلية وليس لا. نعم، إذا الأخت حسيبة نتمنى ذلك ولكن نعم. التوقعات تقول غير ذلك، فتتوقع مصالح الأرصاد الجوية بالفعل تسلسل اضطرابات جوية خلال هذا الأسبوع ونهاية هذا الأسبوع أيضا وحتى نهاية شهر جانفي. نعم. هو تسلسل اضطرابات جوية من حين لآخر تكون مختلفة النشاط من ضعيفة إلى متوسطة. إذا على سبيل المثال يوم الثلاثاء نتوقع تغير في حالة الطقس، كتلة هوائية أخرى راح تجعل الأجواء غائمة على أغلب المناطق الشمالية خاصة منها الشرقية للوطن وقد تعطي بعض الأمطار الخفيفة. يكون فيه أيضا تراجع في درجات الحرارة، بما أن النشرة التي ذكرتها استمعت لها أنه هناك تحسن تدريجي بالفعل. يوم الاثنين ويوم الثلاثاء راح يكون تراجع في درجة أو درجتين. في انتظار مرة أخرى إن شاء الله ليلة الأربعاء إلى الخميس نتوقع مرة أخرى اضطراب جوي من نوع آخر، هواء بارد قد يتسرب في المستويات العليا للغلاف الجوي وراح نعيشه إن شاء الله بعض الأمطار كذلك راح تخش المناطق الغربية والوسطى والشرقية بإذن الله. إن شاء الله، شكرا لك سيدي على هذه المعلومات فيما يخص توقعات الطقس للأيام القليلة القادمة. لا شكرا على واجب الأخت حسيبة.
هذا ما كان لدي هاجر بالنسبة لتوقعات الطقس للأيام القليلة القادمة، يعني عودة الأمطار بداية من يوم الثلاثاء القادم بحول الله. شكرا جزيلا لك حسب كروش، وكذلك للسيدة هورية بالرقطة طبعا.